هنأ سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى بمناسبة فوز منتخبنا الوطني لألعاب القوى بلقب بطولة آسيا لألعاب القوى وتصدره جدول الميداليات بحصوله على 22 ميدالية ملونة من بينها 11 ميدالية ذهبية و7 ميداليات فضية و4 ميداليات برونزية. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن الإنجاز الآسيوي الكبير يعد نتيجة طبيعية للرعاية الكريمة من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء للحركة الرياضية في المملكة والحرص المتواصل على تهيئة الأجواء المثالية أمام جميع منتسبيها لتحقيق الإنجازات التي تؤكد مكانة الرياضة البحرينية على مختلف الأصعدة. وأشاد سموه باهتمام سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بالمشاركة البحرينية في هذا المحفل الآسيوي الكبير لافتا إلى أن هذا الإنجاز يعد ثمرة من ثمار الإدارة الحكيمة لاتحاد ألعاب القوى برئاسة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة والذي حقق من خلالها إنجازات كبيرة وأضعت الرياضة ألعاب القوى البحرينية في مقدمة الدول. وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى أن الإنجاز الجديد لألعاب القوى البحرينية يشيع أجواء التفاؤل بتحقيق المزيد من الإنجازات المتميزة للرياضة البحرينية لتأكيد مكانتها العالية وما يمتلكه أبناء البحرين من قدرات كبيرة. ونوه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالجهود المتميزة لكافة أفراد منتخب ألعاب القوى والتي انعكست بشكل إيجابي من خلال تحقيق لقب البطولة والتي أثبت من خلالها المنتخب تطور رياضة ألعاب القوى في مملكة البحرين ورسخت المملكة موقعها الرائد على الساحة الآسيوية والعالمية.